بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نتشرف في هذا اليوم بالحضور في بهشت زهراء، جنة الزهراء، حيث يتواجد أكثر من 30,000 قبر شهيد في هذه المنطقة المباركة، وأرواح الشهداء ترفرف على رؤوسنا. هذه الدماء هي التي صنعت النصر في الجمهورية الإسلامية، وهي التي حفظت الانتصار. هذه الدماء هي التي جلبت العزة والكرامة لهذا البلد الإسلامي العظيم. وإن شاء الله نحن بعد هذا الجهد الكبير نجتمع مع عوائل الشهداء لننصب هذا النصب التاريخي لشهدائنا الأبرار في البحرين، ليكون تذكارا لشهدائنا في البحرين. وإن شاء الله ببركة دماء شهدائنا الأبطال سوف نحقق النصر القريب العاجل بإذن الله تعالى، وما التوفيق والنصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى.